مين هو ديابلو؟ انا اسمي عبد الرحمن، ساكن في عين شمس. من صغري كده كان عندي حلم بسيط. ديابلو دي اصلا دي لعبه انا كنت بلعبها زمان زي كونكر كده وسلك رود كنت لاعب فيها جدا. الفكره كلها جات لي في اولى اعدادي، كنت بشوف واحد صاحبي معاه كاميرا وبيمشي يصور بيها وبتاع، فكنزلت معاه مره تصوير في ميدان المحكمه، كان بيصور تفاحه بجد ما بهزرش، فكان بيرمي التفاحه ويجري ينام على الارض يصورها وبتاع. بعد كده قال لي خد صور، فصورت فحبيت الموضوع. طبعا انا اهلي على قد حالهم، ناس بسيطه جدا. رحت لابويا البيت، دخلت بقول له انا عايز ابقى مصور. طبعا لقيت، عارف انت الشبشب بيلف كده فين، قال لي خش ذاكر. قلت له حاضر. بعد كده لحد بقى ايه ما ابتديت انا استلف كاميرات من صحابي انزل اصور بيها، لحد ما اسمي ابتدى ايه يسمع شويه، فاصحابي بتوع المنطقه قالوا لي انت ديابلو بعد كده، عشان كنت ببيع لهم حاجات بفلوس رخيصه وبتاع في اللعبه. من هنا ابتديت التصوير. من هنا بقى، بس ما كانش معايا كاميرا، ما كنتش جبت كاميرا اصلا، كنت بستلف. يعني افضل باخد من ده شويه ومن ده شويه ومن دي شويه ومن ده شويه، لحد ما جه عليا وقت كده قلت بقى لا لازم اشتري كاميرا. جبت كاميرا من هنا، حصل اللي حصل. اول كليب صورته كان امتى؟ اولى جامعه، كان لوكا اورتيجا، كليب اسمه الباتشينو. انا عارف ان عنب تقريبا ما بيعملش حاجه غير لما انت بتخلصها له. تمام. اي حاجه لحد وقتنا هذا، صح كده؟ صح. وفي دخلاء عليكم، وانا عارف ان انت اي حاجه عنب بيعملها هو لازم انت اللي بتخلصها، وهو بيثق فيك جدا جدا جدا. طبعا. ازاي الموضوع جه؟ يعني ازاي انه عنب دلوقتي، يعني لو كان الاول كان حاجه، فدلوقتي خلاص يعني ما شاء الله ربنا يزيده ويزيدك ويزيدنا جميعا، وصل لحته كويسه وبقى سلوجان للاعمار اللي هو في سنه. انت وصلت ازاي انك انت الموضوع يكون بينك وبين عنبه بهذه الطريقه لحد وقتنا هذا؟ هو انا ما عرفتش عنبه وهو ستار، يعني ما عشان كده بقول لك لحد وقتنا هذا. هو الموضوع ابتدى ما بيننا ان انا كنت بصور له كل كليباته، يعني اي كليب هو بيعمله انا اللي كنت بصوره له. اوكي. هنا يعني من قبل هنا القاهره كان في 5-6 كليبات، بعد كده هنا القاهره دي طبعا اللي نجحتنا وفوقت الدنيا معانا شويه. فمن اول هنا بقى ابتدينا نشتغل مع بعض مره مع الثانيه. انا مش مدير اعمال، يعني انا كنت انا مصور. تمام. رحت بقى لحته اداره الاعمال دي علشان خاطر انا كنت دايما بشوف مديرين اعمال، لما انا كنت شغال في الحته بتاعه الفنانين والحته دي كنت بشوف مديرين اعمال بيضحكوا على اللي معاهم. يعني مثلا يقول لك عامر انا هاخد النهارده، انا واخد والله 10، هو تلاقيه واخد 200 بجد ما بهزرش، من 200 الف 10 ل 10000 جنيه. فكان دايما بيحصل مشاكل. انت عارف انت بتقول ايه؟ ايوه انا بقول لك، انا عارف اقول لك ايه. فانا لما عنب ابتدى ربنا يظبط معاه الدنيا وكده، فقلت له لا انا عايز ابقى مدير اعمالك، لان انا كده كده انت اخويا، فانا هحافظ لك على الحته بتاعت فلوسك دي. الحمد لله انا ولا ببص جيبه ولا ببص على حاجه معاه ولا بقول اشمعنى ولا بسرقه ولا اي حاجه، فده اخ ليا، مش بعتبره ان هو واحد صاحبي نجم وانا مدير اعمال، يعني بعتبره ان هو اخويا. كويس. فالثقه ابتدت بقى من هنا. مننا وانا كان اول اوردر نزلناه كان في الشارع، كنا واخدين فيه 300 جنيه. انت وهو انت وعينه بقى 300 جنيه. سواء قبل كده بقى زمان عشان كان بيغنى قدام مني، فكان بياخد اقل من كده بكتير. كان اول شغل لينا والله كان واخد فيه بجد 300 جنيه. انا فاكر. خليني اخش في حياتك انت بقى. انت مثلت دلوقتي في بطن الحوت وعملت شغل كويس جدا، يعني ايه اكتر حاجه مأثره فيك او مأثره في حياتك لحد وقتنا؟ بتحب شخص جدا، فما كانتش الدنيا لسه متظبطه معايا في شغله وماديات وبتاع، فانا رحت اتقدمت للشخص ده، رحت قعدت مع اهله وتقدمت له، كانت لسه الدنيا برضو مش هقول لك بنت حبيتها يعني. كانت لسه الدنيا ما كانتش ماديا حلوه يعني. رحت البيت، طبعا والدي كان رافض، قال لي لا مش دلوقتي، ما تروحش دلوقتي. انا كنت مصر ان انا اروح. رحت طبعا قعدت مع اهلها، في وسط الكلام كده لقيت والدتها بتقول اطلع بره، فنزلت بجد فتحت الباب وهي ما كانتش بتتكلم، مش بتتكلم خالص نهائي، ولا كانت بترد ولا كانت بتقول اي حاجه. طب انت عملت حاجه عشان تقول لك اطلع بره؟ ولا اي حاجه. رايح اتقدم لبنتك، يعني انت رايح تقدم لحد فاهلها بيقولوا لك اطلع بره. فنزلت، كسرت النفس وحش طبعا جد. طبعا. كان بقاله كام سنه؟ ايام الكورونا بالظبط. انت يعني رايح في ازمه. المهم بقى نجحت. الدنيا بقت قريبه ولا انت بتدمع؟ لا 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 والله لا. فتحت كافيه في مصر الجديده، جالي تليفون، في ناس عندك في الكافيه عايزيني. رحت لقيتهم هم، قعدت اتكلم معاهم شويه بسلاسه جدا، يعني كده بقى خلاص. هما جايين ليه؟ مش عارف. فالمهم حصل اللي حصل، في شخص جالي. ده قبل موضوع التمثيل؟ ده قبل. لا ده واحنا بقى خلاص، يعني انا كنت ساعتها كنت بصور الف حمد لله على السلام. والله. طب كويس. خلاص يعني ابتدى نجمك بقى ان هو يطلع. ابتدت الدنيا تتظبط معايا. والدتها رمت كلمه كده قالت لي الله اكبر، انا ما كنتش عارفه انك انت هتبقى في الحته دي وبتاع، وخلينا نشوف. انت ابتديت من وانت مش لاقي كاميرا لحد ما جبت كاميرا ونزلت ابتديت تصور وابتديت ان انت تكون مدير اعمال
عنبة، وبعد كده بقيت تصور كليباته، وبعد كده بقيت المسؤول عنه في كل حاجة بتخلصها. ثم انت بقيت تمثل لحد وقتنا هذا. فانت ماسك حاجتين غير البيزنس بتاعك الاساسي طبعا، فانت في 3 4 حاجات حواليك، فكل حاجه ليها سبب. منها موضوع التمثيل، مين اللي دخلك فيه؟ طبعا بعد ربنا كانت استاذه منى عدل القيعي. اوكي، عارف استاذه منى عدل القيعي؟ طبعا كانت اغنيه الغزاله رايقه واليوم الحلو ده وحاجه كتير قوي يعني. هي كلمتني في يوم قالت لي تعالى عايزاك، كنت انا في الساحل، قالت لي انزل لي عايزاك. فنزلت من الساحل، رحت لها قالت لي في مسلسل اسمه بطن الحوت وبتاعه وعايزينك فيه. فدخلت لقيت استاذ محمد فرج قاعد، فبقول له هو انا همثل بجد؟ استاذ محمد فرج عسل. قال لي انت خايف ولا ايه؟ قلت له اكيد خايف، يعني انا لسه متفرج عليك في غرفه 207 اكيد خايف. فلقيت المخرج بتاعه استاذ احمد فوزي صالح اخويا الكبير طلع لي ورق بيديهوني، قال لي ذاكر. قلت له حاضر. فاخدت لقيت الورق مكتوب عليه ديابلو، الشخصيه ديابلو، يعني انا طالع باسمي اصلا في المسلسل. اخدت الورق ورجعت بيه على الساحل، دخلت العنبه افتح باب الشاليه، دخلت لقيته قاعد، بقول له قال لي ايه الورق ده؟ قلت له ما اعرفش يا عنبه انا همثل. قال لي يا عم اقعد بقى، خش بس اعمل لنا اكل. كانوا عايزين برضو عنبه في بطن الحوت. بعد كده بقى هما المسلسل اتوقف قعد فتره كبيره، بعد كده رجع تاني. اول مشهد ليا كان مع استاذ محمد فراج، كنت بقول جمله كلمه واحده، البدايه خدعه والنهايه درس. هو لما بيبقى قدامك انت في كاريزمته في هيئته كده، انت بتبقى اصلا من جواك، انا اول مره بس فمن كاريزمته انا خايف مرعوب من جواي. فهو في المشهد بيقول لي يلا، المفروض اقول ايه بعد الكيو ده؟ اقول الكلمتين بتوعي، اسكت. فيبص لي يلا عيد تاني يا دياب، اقول لك، اقول له حاضر. هو وشه يخوف يعني، هو وشه لما انت تبقى واقف قدامه بجد في كاريزما عاليه جدا. يلا برضه مش عايز الكلمه مش عايز تطلع، بوقي مقفول. فكره اخذني قال لي تعالى. وانت خايف؟ قلت بصراحه اه. قال لي لو خفت هيمشوك ويجيبوا غيرك. الكلمه بقى دي جننتني، كنت داخل قلت المشهد يلا مشينا. من هنا بقى ابتديت بقى ايه تيجي الثقه شويه. طبعا انا مش واخد ورش ومش دارس مش متعلم ومش فاهم اي حاجه في التمثيل بصراحه، عشان ما اضحكش عليك بقى، مش لك ان انا بروفيشنال، مش ويل سميث انا. هديك محفظه دي انت هتمسكها جواها ورقه دي انت هتفتحها فيها سؤال. السؤال ده انت ممكن ما تقولوش، ما تخافش، ما فيش حد من الكاميرات هيجيب الورقه دي فيها ايه، ما حدش يعرف غيري انا الورقه دي فيها. شتمتني ولا لا؟ ما تقلقش، هاخد المحفظه ولا خلاص؟ لا هرجع لك تاني. ترجعها ماشي. وهتحط الورقه دي في جيبك عشان ما حدش يشوف السؤال اللي انت اتسالته تاني. تمام خلاص كده ماشي. وهترد باه او بلا، او لو عايز تقول الاجابه هتقولها، وهتقفل المحفظه وهتحطها مكانك تاني. هاخد منك الرد ونقفل الحلقه. ستار. بس حط الورقه في جيبك. لا هتقول لي الاجابه، اقول نهايه الحلقه في ايديك. لا والله انا ممكن اعيط في الموضوع ده. مش عايز تقول بسبب حياتي الماديه؟ والله حياتي الماديه كانت صعبه جدا. انا بشكرك يا ديابلو، انا مؤمن بيك والله، وعارف ان ربنا هيكرمك في يوم من الايام كرم كبير زي ما انت ما بتحلموا اكتر. ربنا يوفقك.